السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة بتكلم عن رجل العمود داخل قاعدة لجوه بالشكل ده ولا تكون لبره بالشكل ده. كل فئة من المهندسين بيتبنوا رأيه وكل واحد ليه حيثيات للرأي بتاعه، ولكن احنا نقول حال افضل بعد البحث لقينا ان افضل حالة هي ان انت تخلي رجل العمود لبره. ليه يا جماعة رجل العمود لبره تبقى افضل؟ اول حاجة رجل العمود لبره هتعمل لي ضمان لتوزيع احمال العمود على امتداد القاعدة. انا الاحمال بتاع العمود بتاعتي عندي ضمان ليها ان السيخ التسليح هتاخد الاحمال دي وتوزعها لي على امتداد القاعدة يمين وشمال او في الاربع اتجاهات بتوع القاعدة. تاني لما كل الأسياغ بتاعتي البرة أيضا مش هيبقى عندي تعشيش في المنطقة وفي الكونيكشن دي يا جماعة. في حالة ان انا اخلي الارجل لجوه هلاقي في المنطقة دي هيحصل تعشيش نتيجة تكثيف الحديد اللي ناتج من الارجل اللي انا مخليها لجوه. بالتالت والأخير يا جماعة اللي بيخليني أختار الأرجل لبرة يا جماعة مقاومة الاختراق، لأن حديد العمود لما خليت الأرجل بتاعته لبرة يا جماعة فرش على مساحة أوسع من القاعدة، بالتالي على الجساء في المنطقة دي من القاعدة، وتعلية الجساء أو تعلية صلابة القاعدة هتخليني عندي مقاومة عالية للاختراق. دي يا جماعة التلات أسباب اللي أنا كنت بختار ليهم ليه أرجل العمود اللي تبقى البرة أفضل. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.